السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الأحد الموافق للسابع والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الوطن والتي استهلت: المملكة توجه رسالة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة وتطالب بوقف الممارسات العدائية. البحرين: ادعاء اختراق الأجواء القطرية جزء من التحريف المستمر لمفاقمة التوترات الإقليمية. وإلى صحيفة الأيام والتي عنونت: القمة الخليجية في الخامس من شهر يناير في الرياض، العاهل السعودي يكلف بنقل الدعوات للقادة. الحكومة: توجه لتبني آلية الشراء الموحد للأجهزة الحكومية. ومع صحيفة أخبار الخليج والتي نشرت: إطلاق المشروع الوطني للتعليم الطبي المستمر، دعوة المؤسسات العامة والخاصة إلى التسجيل بنظام التأشيرة الإلكترونية. أما صحيفة البلاد فقد عنونت: بحث إعفاء البحرينيين من الشنغن باتفاق وشيك مع الاتحاد الأوروبي. نشرت صحيفة الأيام أن وزير الإسكان المهندس باسم الحمر قال أن الوزارة خصصت ميزانية لاستيعاب 6558 طلبا لبرنامج مزايا، كما كشف أن الوزارة بدأت حاليا بتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج تطوير الأراضي الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير وحدات إسكانية بأسعار معقولة. نقرأ من صحيفة الأيام أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية نهرا اعتمدت المشروع الوطني للتعليم الطبي المستمر ليكون منصة تعليمية ذات طابع عالمي بجودة عالية عبر الإنترنت. لفتت صحيفة الأيام أن فريق الخالدية حقق المركز الأول في سباق آل مكتوم لقوارب التجديف الشعبية عن فئة 30 قدما في نسختها 24 والمقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. إلى صحيفة أخبار الخليج، حيث دعت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة المؤسسات الحكومية والخاصة إلى الاستفادة من خدمة التسجيل بنظام التأشيرة الإلكترونية لمملكة البحرين، مشيرة إلى أن التسجيل يوفر إمكانية تقديم طلبات تأشيرة الزيارة في أي وقت دون الالتزام بساعات العمل الرسمية. بيّنت صحيفة أخبار الخليج أن أمانة العاصمة تقوم بتنفيذ 8 مشاريع تطوير تجميلية خلال ديسمبر لعام 2020 بكلفة تقدر بحوالي 120 ألف دينار. بقلم الكاتب عبد المنعم إبراهيم نقرأ مقالا في صحيفة أخبار الخليج والذي جاء بعنوان: بعد البحر، قطر تستفز البحرين في الجو، لماذا؟ فإلى هذا المقال. بعد استفزازاتها المتكررة للبحرين في البحر ومصادرة أرزاق صيادي الأسماك وحرمانهم من قوت يومهم، تتجه قطر إلى استفزاز البحرين في الجو، والحمد لله أن ليس لدينا مع قطر حدود برية، وإلا كانت ستستفزنا أيضا على اليابسة. فندت وزارة الخارجية البحرينية ادعاء قطر قيام 4 مقاتلات من سلاح الجو الملكي البحريني باختراق الأجواء القطرية. يبقى السؤال: لماذا تستفز قطر هذه المرة مملكة البحرين في المجال الجوي بعد البحر؟ باختصار، قطر سوف تستمر تتعامل مع البحرين كعدو وليس بلدا صديقا وجارا وأخا. هذه هي الحقيقة المرة.
بيّن الصحيفة الوطن أن وزير الأشغال والشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف كشف أن نسبة الإنجاز في مشروع تطوير الشيخ زايد بلغت 62%. وبخط قلم مريم أحمد نشر الصحيفة الوطن مقالا لها بعنوان سلمان بن حمد عنوان مرحلة الإنجاز القادمة، فإلى سطور هذا المقال. في ختام عام حافل بالأحداث أبرزها تفشي فيروس كورونا ونسخته المتحورة أخيرا، والذي ترك ظلالا قاتمة على مختلف مفاصل الحياة العامة والخاصة، يقتضي بنا الحال أن نقف لوهلة لنستذكر بعض المحطات المضيئة التي بددت شيئا من عتمة تلك الأشهر والأيام. ولعل واحدة من تلك المحطات تولي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئاسة مجلس الوزراء خلفا للراحل فقيد الوطن الكبير صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله وطيب الله ثراه. الأمير سلمان بن حمد يمثل لنا كشباب بحريني العزم والإرادة والتفكير الاستراتيجي والتغيير والمستقبل، وتولي سموه رئاسة الوزراء هو مبعث أمان واطمئنان وتفاؤل بمسيرة قادمة حافلة بالمنجزات والمكتسبات على كافة الأصعدة. يحدون كثير من الأمل في المرحلة القادمة التي يتولى زمامها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة، وهو سليل تلك المدرسة العريقة التي أنجبت قادة حكماء لشعبهم وبلادهم أوفياء سخروا حياتهم لها وجدوا واجتهدوا وثابروا من أجل صناعة مجدها. وبقلم وليد صبري نقرأ مقالا في صحيفة الوطن والذي جاء بعنوان خارطة طريق ازدهار ونهضة المملكتين الشقيقتين، فإلى هذا المقال. إن ما يجمع البحرين بالسعودية من علاقات ترتكز بثبات دائم بعون الله وتوفيقه على أسس قوية تاريخية راسخة من الأخوة والرؤى والتفاهم والتنسيق المشترك التي صنعها الأجداد بوحدة مواقفهم في مختلف الظروف. بهذه الكلمات الحكيمة الجامعة التي توزن بالذهب أوجز صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء خلال رئاسته، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية اجتماع مجلس التنسيق السعودي البحريني. طبيعة العلاقات البحرينية السعودية القوية والوطيدة والممتدة عبر عشرات السنين، لقد أسس اجتماع مجلس التنسيق السعودي البحريني خارطة طريق بحرينية سعودية من خلال الارتقاء بتلك العلاقات الأخوية والثنائية إلى مواضع ومكانات أكثر شمولا وفق رؤى استراتيجية وتخطيط يشمل آفاقا أرحب. إن النظرة الثاقبة والرؤية الحكيمة لقيادتي البلدين ارتأت ضرورة رفع مستوى تمثيل مجلس التنسيق السعودي البحريني من أجل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين ومواجهة التحديات التي تواجه المنطقة من خلال التنسيق الوثيق والمباشر بين البلدين. لفتت صحيفة البلاد أن سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية أكد بأن المحافظة حريصة على تقديم وتطوير الخدمات الإلكترونية المتميزة من خلال التحول الإلكتروني لتوظيف التقنيات الحديثة، حيث أطلقت المحافظة 15 منصة مختلفة للتواصل.
لفتت صحيفة البلاد أن اليوم الأحد تختتم منافسات الجولة الثالثة لدور ناصر بن حمد الممتاز، وذلك بإقامة لقاءين. عند السادسة مساء يلعب الرفاع مع المالكية على أستاد مدينة خليفة الرياضية، والحد مع لبسيتين على أستاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة. وإلى فن الكاريكاتير. إلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا الصباح، ولمزيد من الأخبار والمستجدات بالإمكان متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما بالإمكان متابعة باقه البرامج والبث المباشر عبر تطبيق بي اتش تي في اند راديو وموقع live.ph. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.